دقي بالعموده. ليه؟ جبت القمح، جبت الشعير، حطيتيه في الجرب، العمود بتفصلي الحبه عن الغطا بتاعها، يبقى دقي بالعموده بقى. كويس. الشهر بقى المفضل بالنسبه لي، رغم ان هو شهر شتوي، انا ما بحبش الشتاء، انا راجل صيفي يعني، لكن عبقري كياك، اللي هو بيتكتب عندك في النتيجه كهاك بالهاء تملي، لان هاء دي مصر قديمه، كا يعني قرين بالهيروغليفي. ايه بقى كهاك او كياك؟ صباحك مساك، لان انت اول ما تصحي الصبح اقصر نهار يخش عليك المغرب على طول. عشان كده لو تلاحظي لازم في ايامات، هو مين اللي حط الامثال دي عليه او ولا حد يعرف اسمه؟ هي دي، ما انا عشان كده بقول لك ده مصري قديم ولا ده ولا ده اللي بقى عمل مسك، ده عمل العمل ده العبقري اللي كتب، او العباقره اللي قعدوا مع بعض وقالوا يوم من الايام كده، او تراكم على عبر السنين، جه حط المصري القديم، اتفقنا على الديموطيق اللي هي كتابه الشعب انا وانت، الى اليوناني اللي هو كان اوريدي دخل بقى مصر وراح مطلع افرز بقى الكلام ده، ثم بقى العربي لما دخل مع الاسلام 640 اضاف برضه 640 ميلاديه مع عمرو بن العاص. طيب يبقى اذا كياك صباحك مساك، كمل بقى، اصل احنا كلنا عارفين صباحك مساك، بس تكمله المثل بقى مهم وعبقري برضه. صباحك مساك تقوم من فرشك تحضر عشاك، ده عشان اليوم بيبقى قصير بالظبط. عشان كده وقتها انت لو تلاحظي تلحقي تصلي الظهر والعصر، لان الظهر والعصر المغرب فتلحقي. كويس. يبقى ده كياك. توت، علماء بيقولوا اصله تحوت، تحط جحوت رب الحكمه، اللي هو اللي انتوا بتشوفوه تملي تماثيل بتاعه هذا الطائر ابي منجل، هو ده جحوت او جحوتي، ده رب الحكمه، رب الكلم الاسطوري في مصر القديمه. يبقى هذه الشهور، بس خدوا بالك يا فاطمه، الشهر كان 30 يوم بس كان 3 اسابيع، والاسبوع كان 10 ايام، والعام اللي ايه البركه اللي كانوا فيها دي؟ مش عايزين اسبوع، عايزين اسبوع عاشور، عاشور بالظبط، اسبوع 7. وخدي بال حضرتك ان ال 10 ايام دول حضرتك تيجي تشتغلي هنا في ماسبيرو في شغلتك 8 ايام، وتاخد يومين اجازه، واجازه بالهيروغليفي يعني حب. بتحبي الاجازه ولا ايه؟ بالظبط. حب يعني اجازه، وحب نفسها يعني عيد، يعني كل يوم اجازه كان عيد عند المصري القديم. كلمتين نفس الايه؟ نفس النطق، حب. عشان كده انت اول واحده في الدنيا حطيتي عيد في اسمك. انت عارف اسم الراجل الجميل اسمه عيد؟ يعني انا متربي في اسكندريه على يد النوبي العظيم الحاج عيد. فاحنا لما تيجي تفكري بقى في الهيروغليفيات، تبص تلاقي فيه ملك مصري قديم، وانا اعتقد ان الحاج عيد ده كان يعني مش ملك مصري قديم، لان هو نوبي عظيم، ده كان ملك النوبه. حاج عيد ده اعمل لكم حلقه عنه، ده راجل عظيم في النوبه. حر ام حب. طيب حر حورس، بس حورس دي يوناني، حر دي هيروغليفي يا وزاره التعليم، عايزين نحط الاسماء الهيروغليفيه. مش حزق ان انا اطالبكم بده، وسلمت الشغل لوزير التعليم السابق. طيب ام يعني في، ام حرف الميم اللي هو البومه، شوفي بومه تملي كده، ده حرف ميم، في حب قلنا عيد، حورس في عيد، الصقر في عيد، عارفه حور ام حب ده اللي احنا مسمينه ايه؟ حور محب. فدي اهميه ان انت تنطقي الهيروغليفي صح طبعا. علشان اطفالنا واجيالنا صحيح تتعلم المعنى بتاع الكلام، لان المعنى غايه في الجمال. يعني انت احنا لما قلنا يا حتب الملكه اللي انا بحبها دي، يعني ايه يا حتب؟ احنا اتفقنا القمر راضي او رضا القمر، فده حاجه جميله. ابنها اللي خلفته يا احمس اللي هو احمس، ده بقى حكايه الخروج والتنزه دي. الشعب المصري كان حابب قوي ارضه، وانا لم ارصد الا حالتين بالكتير على مدار الاسرات اللي انا ذكرتها في ال 30 سنه اللي فاتوا للهجره. مفيش حد هاجر. انت متخيله كم الاف السنين انا بكلمك عليه؟ ما حدش بيهاجر، يهاجر ليه؟ عشان في النيل وفي زراعه وفي اكل، في حيوانات، في حياه يعني. هو عارف ان دي هبه، عارف ان البلد دي هبه اتهبت، ولذلك كان من ضمن تسمياته لارضه يا مصريين، جدك الكبير كان يسمي مصر ايه قبل ما تسمى مصر؟ يسميها تامريت، ارض محبوبه. بيراميد تونسي جه بعد
كام ألف سنة مع أم كلثوم على بلد أرض على بلد على بلد المحبوب والدين. تا مريت مريت مرت مريت صاحبتك اللي كانت في الجامعة اللي اسمها مرت مريت ديت يعني محبوبة. فإذا حب الحياة ودي فرصة كويسة النهاردة نقول ده. المصري القديم أبدا ما كان طول عمره عمال يحنط مش طول عمره كان طبعا. طب احكي لي اليوم كده من الأسرة كانت بتعمل إيه؟ يوميات مصر القديم في يوم الأجازة في يوم الربيع زي النهاردة هيقوم يعني سي يصحى من النوم يعمل إيه بقى؟ احنا مثلا احنا بنصحى نلون البيض والحاجات على طول أكل على طول جري على الأكل ورزبة الأكل. لو احنا هنقول المصري القديم قاعد عامل مائده كده على الجنينه كده ومنظفها كويس وما بيرميش بره والحاجات اللي بالزبط. احنا عارفينها اللي احنا فكان هيبقى فيها ايه المأكولات المصريه عامه. ده انت لقيت ده في مقبره رسمه بالالوان القثاء القته هي كانت موجوده القته اللي هي دلوقتي ما تحسيش انها موجوده كتير هي بتطلع وقت قليل ونادرا لما حد بس بتلاقيها على عربيات ايوه الله ينور عليك طعم تحفه معرفش الجيل الجديد عارف القته ولا ايه اللي هي شبه الخيار يا شباب بس كبيره شويه هي واحده من طعم الخيار شويه بس ليها طعم مميز ليها لوحدها جميله فالقته الخس وكان يعصره وزيت الخس اللي انتوا بتستعملوه الستات دلوقتي ان انتوا تعملوا بيه شعركم كان بيحطوا على الجبهه عشان يتخلص من الصداع يبقى الماكوله صحيه وكان يستخدمها في الطب ايضا خلاص طيب الملقانه حمص الحمص الاخضر اللي اكتمل امتلاؤه فاطلق عليه في اللغه العربيه الملقانه لانها اتملت. انت طبعا عندك عداء ضد الهمزه والقاف في لغتك ملانه الملانه انت شن حرب على الحرفين دول في العربي بتاعنا اليومين دول ان انت انا رايحه السوق ما بتقوليش انت رايحه السوق روحي بقى تونس بقى والجزائر والبلد تلاقي القاف دي في كل والمفروض ان احنا ننطق قاف لان انا رايحه السوق دي وحشه قوي يعني لما تقولي انت رايحه السوق السوق بالهمزه صح. مش لذيذ يبقى الملقانه يبقى عندنا الخس خس البصل الملقانه طيب خلينا في الملقانه القته خلينا في الملقانه يا مصريين النهارده وانتم ماسكين الحمصه كده بصوا فيها شويه يحلو لبعض العلماء ان يقول هذا انت عارفه الحمصه اللي ليها حته مدببه في الاخر كده امسكيها بروفايل كده هتلاقي الحمصه مدوره فيحلو لبعض العلماء ان يعمل علاقه بين الحمصه عندما اكتملت في قمة عنفوانها وجمالها واخضرارها وانها اصبحت يانعة وقوية بحورس الصقر وان البزبوز اللي طالع ده هو المنقار بتاع الصقر حاجة اغرب من الخيال ان هو بيقول لك ان الحمصة يبقى خلاص كده اكتملت قوية عشان كده حورس او حر هو الرب الشعب الاسطوري وكان محبوب من كل الناس وكان الشاب المفتول العضلات وكان الخير الذي يهزم الشر وكان الشجاع وكان الجدع الراجل الجدع ابن البلد هو ده كان حورة الزمان في الأسطورة. طب هما بيحطوا ده على الصبح على السفرة الصبح ولا بيبقى لهم فطار تاني؟ عندنا حاجة عندنا حاجة بتقعد يعني في حاجات منهم بتبقى قسم مشترك في الثلاث طقات زي البصل الطويل الأخضر ده كانوا عاشقينه وخدي بالك البصل الطويل الأخضر لو زودتي شوية يبقى ريلاكسنت استرخاء كده بيعمل لك استرخاء فلو انت عندك ارق ما بتنميش كويس مش عارف البصل ينيمك على طول معروف اكل بصل بينام على طول بعدها المفاجاه بقى النهارده اللي انا جايبها لكم وممكن تبقى مفاجاه شويه صاعقه للبعض مفرحه للبعض وممكن في ناس تتضايق لم اجد في ال 30 سنه اللي فاتوا في خلال رحلاتي الارشاديه والمحاضرات الارشاديه في المتواضعه في المقابر والمعابد والمتاعف والبرديات ما شفتش بيضه ملونه واحده ما احنا جبناها منين تلوين البيض؟ ده جه بعدين. ده متهيألي مع دخول المسيحية في مصر. بصي بقى، أنت على طول كموروث اعملي في الثلاثة دول، يعني أنت اشتغلي في الثلاث مساحات دي، المساحة المصرية القديمة، المساحة القبطية ومنها بقى الرومانية ومش عارف إيه وبتاع اللي هما تمصروا دول، والإسلامية. المزيج بتاع الثلاثة ده ممكن تلاقيهم كلهم في حاجة واحدة. يعني وأنت طالعة وأنت طالعة على النيل مثلا. الفسيخ والرنجة والحاجات دي. أولاً الرنجة مش بتاعتك. مستوردة فاكرة زمان كان بالظبط فاكرة زمان كانوا ولغاية دلوقتي يحطوها في خشب كده مش مصري يعني حتى الديزاين بتاع الصناديق مش مصرية أوكي. وهي بقى ليها دعوة بالتدخين بقى والذهب اللي هي فيه دوت ومش عارف دي حاجة تانية زمان بس ده كان قبل اوقاتك انت بقى كان بيتباع في عند البقال سمكة اسمها البقلاء دي كنت تشوفيها متعلقة كده مشنوقة كده متعلقة من فوق عند البقال جنب البسطرمة ده كان سمك مقدد مملح برضه ده مش بتاعنا
ده كان بيتجاب ايام، فاكره ايام اليونان لما كانوا هم اللي ماسكين البقاله صح. في مصر شويه في الافلام زمان. اما بالنسبه للملوحه والسردين وفكره انك تملحي اللي هي زي الفسيخ خلاص، فدي بامتياز بتاعتنا مصريه قديمه نصدرها نصدرها. ليه؟ انا ليا راي بسيط. السمك الكتير قوي ده اللي قدامك ده من قشر البياض ومن ومن ولحمته حلوه. طيب انا الفيضان جه، السمك اتحط على الطين، الميه نزلت، السمك معرفش ينزل في الميه تاني، هعمل ايه بالسمك ده كله؟ ده عدد رهيب. فابدا اجيب الملح من وادي النطرون وايه؟ واملح السمك من تحت. وياكلها في ما هو لا الفيضان على طول كلها طول الوقت طول الوقت. لا بس انا اقصد ان هي كانت من الاكلات اللي موجوده مع البصل والملقانه وال دي يعني انت بتشوفي ازاي عشان كانت ارخص اوفر سمك قدامك بالظبط عشان كده خيرات الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما تروحي جنب ابو الهول تلاقي الريستوران المطعم اللي كان بياكل فيه عمال الهرم، عشان بس اللي بيطلعوا لنا كل شويه يقول لك كرابيج وما كرابيج سخره مش سخره. سخره ايه اللي هيجيب لهم ريستوران وياكلهم سمك؟ يوم الايام قابلني مطل... هو كان اي حد بيعدي ياخد سمك ولا كان بتبقى يعني معاكي الشبكه بتاعتك؟ لا انا اقصد على السمك حتى اللي طلع من فيضان النيل قدام في ارضك طلع في ارضي بالظبط ده انا اقصد. طيب اجابه بقى لسؤالك اكتر، كان بعد كل فيضان الحكومه تنزل موظفين في الاراضي، الكلام ده من الاف السنين ومرسوم بالالوان على المقابر، اسمهم ايه بقى الموظفين دول؟ المساحون. المساحه هيئه المساحه خلاص. انت ارضك اردلك جاي جنب ارض بسام كويس. فانت صحيت الصبح بعد الفيضان، الفيضان عمل ايه؟ جاب ميه فشال السور الطين اللي احنا عاملين فيه الخط ما بين ارضي وارضك فعمليه بقت سداح مداح. فدول يجي فانت هتصحي الصبح ابدر مني شويه وهتروحي زقه 5 متر جوه في ارضي وتروحي حاطه الايه؟ السور الطين بتاعك واعمل شويه بيت اللي هو عمال تصفي وتحت سمك زياده وارض زياده مصري اصيل اليوم وقعد شجره الجميز. هذا الانسان الشرير اللي ممكن يعمل كده لانه ده مش طبع في ايه هينزلوا له هينزلوا له ايه؟ هينزلوا له مين؟ المساحون. تعالى لي يا حبيبي احنا عندنا في الدوكيمنت في التوثيق في الارشفه ما انت فاكره ايه بالبيروقراطيه على فكره البيروقراطيه كلمه مش وحشه يعني في ناس دلوقتي بتقول ان بيروقراطيه مش لكن بيروقراطيه كلمه مش وحشه بيروقراطيه يعني التنظيم الحكومي لهذه الاشياء. فكانت البيروقراطيه ده اختراع مصر القديم فبالتالي كان ينزل يقول له انا معايا الارشيف بتاع السنه اللي فاتت يا استاذه ده انت واخده 5 متر زياده من ارض بسام ارجعي ومعاهم مازوره لونها اصفر زي المازوره بتاعتنا ملفوفه كده اهوت في ايديه في المنظر الملون باين في المقبره. المازوره دي حي ايه هيعمل بيها الازرع؟ الزراع كان حوالي 52 سم. اذا ما حدش هيقدر يعمل ترانسباسنج يعني انت في بلاد بره تبص تلاقي علامه قد كده في كل جنينه لو عملت ترانسباسنج هتتقبض عليك. أيوه. لا المصري القديم كان بينزل الموظف عشان يظبط القصه دي. دي واحد. اتنين عندك الشبك، المصري القديم اخترع الشبكه لو يرمي الشبكه ويطلع سمك. في منظر في مقبره ماري روكا في سقاره على المركب مطلعين من الشبك ويستخدموا الاقفاص كانوا يحطوا القفص وده لغايه دلوقتي موجود في النيل اللي هو فتحه القفص صغيره تخش السمكه ما تعرفش تطلع. ففكره الاقفاص دي موجوده ومرسومه ومنحوته على الجدران في سقاره. وفي السناره قاعد سنار وساعات النبيل ده بقى الغني شويه بقى اللي هو الهاير ميدل كلاس ده اللي هو الطبقه الوسطى العليا ده بقى قاعد في البركه بتاعته قدام البركه بتاعته قاعد على كرسي لابس الكتان الهفهاف وماسك السناره بيصطاد سمكه من بركته اللي هي بقى الترفيه عن النفس بقى. ما هو هيجيب سمك هيجيب سمكه، هي السمكه هتروح فين؟ يعني ده مش نيل بقى ولا حاجه، ده هو عامل بركه وحاطط فيها سمك ويصطاد منها. وفي فراشه بتطير جنبيه في المنظر. ده بالنسبه له كلها يعني مفيش احلى من كده. طبعا طبعا. طب في اللي كان بيتقال على فكره ان هم بيروحوا للهرم بعد كده عشان يشوفوا قرص الشمس على الهرم. نعم. بتطلع جماعات لاسر يعني هل كان بيبقى في رحلات سياحيه زي اللي موجوده دلوقتي الناس بتطلع مع بعض ولكن بتبقى شكل الاسره ازاي ساعتها؟ عندنا برديه من ايام الفتره الزمن الغزو الروماني. والبرديه ديت هي اول بروجرام سياحي معمول لواحد اجنبي من مجلس الشيوخ السناتر يعني من روما.
وبيقول له بقى هتقف فين وهتزوره ايه وهتعمل له معامله هامه جدا في اي بي اللي احنا بنسميها دلوقتي الفي اي بي. ومن ضمن الحاجات اللي هيشوفها انه هينزل في النيل بالقارب وهيمشي في الميه وهيقف في موانئ معينه فحضروا له الماكولات ان هو كل ما هينزل في حته هياكل. فالاكل ده انت بتتكلم على الاراضي الزراعيه فدي الحاجات اللي احنا ذكرناها. لكن هو الهرم كان حواليه اراضي زراعيه بقى. دي النقطه لان انا عارف موضوع الهرم ده مكتوب في النت كتير. ومره تانية انا بنصح جميع المصريين ما تاخدوش تاريخكم من النت. ما تاخدوش تاريخكم من الشبكه العنكبوتيه. خدوا تاريخكم من كتب العلماء. معلش هتقول لي غاليه الكتب يا اسامه، اقول لك مش غاليه. هيئه الكتاب ومكتبه الاسره. انتوا يا جيل محظوظ. احنا سليم حسن ده كنا بنجيبه كنا نقعد نحوش عشان نجيبه. لكن دلوقتي سليم حسن قد كده اهو 18 مجلد مش هكلفك 90 جنيه. فمعلش يعني لخص شويه من الكروت الشحن اللي انت عمال تتكلم بيها في تليفونات ملهاش معنى دي وحوش شويه وهات الكتاب ده. يوم لما انا اجي اقول لي ده يعني انت جايب القصه دي منين يا بسام، اقول لك جايبها من سليم حسن. في نص مصر قديم ترجم عن طريق العالم الاجنبي الفلاني او العالم المصري الفلاني وهكذا. موضوع ان الناس يتجمعوا قدام الهرم، اول هرم ده جبانه. وجبانه ملكيه. مش اي حد يروح يعني انا وانت ما نخشش. عشان كده لما انا قريت القصه دي في النت قعدت افكر فيها قلت والمصريين ازاي هيروحوا قدام الهرم؟ هو وادي الملوك وادي الملكات كانوا مزار كده زي دلوقتي؟ كان مزار؟ لا طبعا. لا طبعا ده كان في حراسه. ممنوع حد. اما هو وادي الملوك ليه في ثلاث الجبل لافف؟ ليه المصري القديم اختار وادي الملوك عشان يبقى وادي الملوك؟ لان الجبل لافف من ثلاث نواحي وعامل فتحه واحده طبيعيه من ناحيه واحده. فوق ده في نقاط حراسه. قدام المقابر في نقاط حراسه. قبل المقبره ما تخش جوه المقبره في نصوص اللعنه. يعني ده كله ده انت كمان شويه هحط لغم. قبل ما تخش عشان تتاذي وانت داخل. يعني صح هذه المعلومه يعني مفيش حاجه من دي ما كانش الناس بتروح عند الهرم. القراءات المتواضعه في ال 30 سنه اللي فاتوا انا ما عنديش نص اصيل مصري قديم. هو بالنسبه لنا احنا دلوقتي هو مزار سياحي لكن بالنسبه لهم هم كانوا كان جبان. الله ينور عليك. علشان كده المدخل بتاع الهرم اللي انت بتخشي منه ده ما كانش مدخل في مصر القديم. يعني حتى لو بقولوه في الانجليزي انتوا كاتبين انترنس، التسميه خاطئه. هو الملك كان بيتدفن جوه عشان الناس يخشوا جوه؟ لا طبعا، هو بيتقفل عليه وخلاص، دي نهايه القصه. لكن انا هقول لك ايه علاقه ده بان انت تروحي تزوري. يعني مصر القديم كان بيقول من ضمن الحاجات اللي بيقولها ايه؟ انظروا الى اهراماتهم. ده واحد كاتب كده في مصر القديم. يبقى اذا الشعب عرف المباني دي وبدا يتكلم عليها، بل ان في اغاني بتتغنى. هي عمليه التقدير موجود. زي مثلا حضرتك كنت بتذكري البيض. البيض مترسم. فممكن تبقى مساله الاهرامات جت في اسر لاحقه بعد كده. طيب طب هم كانوا بعد الظهر بالليل بيعملوا ايه؟ يعني مفيش بقى كهرباء، مفيش تلفزيون، مفيش راديو، مفيش حاجه خالص كده. اذا امضى اليوم بهذا الشكل، لبس الكتان واكل الحاجات اللي احنا بناكلها دلوقتي والسمك ايضا واصطاد، طيب بيناموا خلاص مجرد ما الدنيا تظلم ولا في سهرات خصيصا حتى للربيع للصيف الحاجات دي؟ طيب خدي بالك المصري القديم بيقول لك ايه؟ دي بقى رساله الى كل المصريين. اذ لم تتريض في اول يوم من ايام الربيع تبقى كسولا الى العام القادم. الحق نفسك. هتقعد سنه كامله كسلان. وهو اصلا المصري القديم ما لو جه شافنا دلوقتي واحنا بنتحرك اسانسير وعربيات يعني طب ايه ده؟ هو اساسا حياته كلها رياضه مش كده؟ طب ايه نوع الرياضه المختلف اللي بيمارسه مع بدايه الربيع؟ عندك يا سلام، خشي شوفي ستات ورجاله، هنتكلم على اسره اول رياضه ايروبكس منحوته على الجدران. روحي شوفيها في الاقصر، روحي شوفيها في بني حسن. اول اتنين ماسكين في ايديهم عصايتين وبيضربوا كوره مدوره كان في بني حسن في المنيا 1900 قبل المنيا، يعني من 4000 سنه الا في اتنين مصريين واقفين في المنيا بيضربوا بعصايتين معقوفتين كوره، دي الهوكي. امال هم الانجليز لما جم ولقوا الفلاح الجميل الشاب الصغنن البيبي الصغنن دوت يوم الزعف بتاع النخل لما نزلوه وراحوا قاشرين الزعف فاتاخدوا العصايه بتاعت الزعف معقوفه في الاخر كده وكانوا يجوا على حته الطوبه يروحوا ضاربينها كده، ما هي دي كان اسمها الحكش. هي دي الحكش.
اللي انت بعد كده سميتيها الحكشة. وبالمناسبة كلمة تانية للحكش في الصعيد وفي القرى العظيمة بتاعتنا العكش بالعين. فلما الانجليز جم وشافوا الرياضة ديت لما كانوا محتلين مصر مش عارفين لا ينطقوا الحاء ولا ينطقوا العين، فاخدوا اللعبة هناك وبدأوا يزبطوا العصاية وسموها هوكش. بس ما فيش حاء، ما فيش حكش عندهم في الانجليزي، فسموها هوكش ومنها جت هوكي. هوكي كلمة هوكي بالانجليزي اصلها حكشة. فالرياضة هنا في لعبة إن كانت تماما الملاكمة، المصارعة، الجري. طب الستات كانت بتعمل الجري الملك، اتفقنا ايروبكس، اتفقنا القفز فوق ظهور بعضهم. فاكرة سعاد حسني طبعا وهي بتغني الأغنية بتاعت الدنيا ربيع، فكانوا حد يوطي كده ويروحوا نطين من فوقيه، ده دي مصرية قديمة صرف. دي مصرية قديمة صرف. عندك دواخين يا لمونة دي موجودة من 4000 سنة ونص، ان بنتين كل بنت ماسكة ايد واحدة وعاملين يلفوا واللي يقع الاول يدوخ مش عارف ايه. في تاجوفور، في شد الحبل، شد الحبل دي رياضة وموجودة ومنحوطة على الجدران في مقبرة ميريروكا في سقارة. لا ده شعب رياضي مصر. بصي مش هتعرفي تفرزي حضارة بالعظمة دي الا لما يبقى جسمك سليم، والجسم السليم قلنا في العقل السليم في الجسم السليم. طيب نقول بقى اخر حاجه تهنئه زي ما بدانا الحلقه كده للشعب المصري، كل سنه وهم طيبين، كل سنه وحضرتك طيب ونورتنا جدا جدا. نقول لهم تهنئه بقى بالهيروغليفي، أنا عايز ونصيحه منك تقولها سريعا. سريعا انا اقول هيرو نفر، نفر يعني طيب او جميل، هيرو يعني يوم، فيبقى يوم طيب وجميل. واحد اتنين، لا لم اغمز بعيني، المعاكسه بعيني. النهارده عيد عايزين نقتل الظاهرة اللي اسمها التحرش. طبعا. تلاتة، لم اضرب دوابي، لو انا راكب حمار النهاردة او حصان وبتفسح بيه ما بضربهوش، ما اضربهوش. واخيرا لم الوث مياه النهر. عشان دي هنتحاسب عليها كل سنة. استاذ بسام المؤرخ وكاتب المصريات نورتني جدا، كل سنة وانت طيب، وبشكر كل السادة المشاهدين، يوم سعيد يا رب على حضراتكم وتنبسطوا فيه. وزي وهأكد زي ما قال الاستاذ بسام، لو سمحتوا نحافظ على بلدنا نخليها جميلة، من بكرة نلاقيها زي النهاردة وأجمل كمان. بشكركم وإلى اللقاء. الدنيا ربيعة والجو بديع، قفلني على كل المواضيع.